أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث. استشهد مصور قناة بلقيس في مأرب الزميل عبد الله القادري بقصف صاروخي لميليشيا الحوثي في محافظة البيضاء. تعرض طاقم قناة بلقيس للقصف المباشر أثناء تغطيته للأوضاع الميدانية في المناطق المحررة بالبيضاء. وقال مراسل القناة إن الزميل القادري تعرض لإصابة بليغة في عنقه، توفي بعد تعذر إسعافه. هذا وقد نعت القناة استشهاد مصورها القادري داعية كافة المنظمات الحقوقية والصحفية والمحلية والإقليمية والدولية للوقوف صفا واحدا في مواجهة ميليشيا الحوثي وفضح جرائمها في حق الصحافة والصحفيين. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: إلى متى ستستمر الميليشيا في ارتكاب الجرائم وقتل الشهود؟ وما هو دور المؤسسات الإعلامية والمنظمات المحلية والدولية تجاه انتهاكات هذه الميليشيا بحق الصحافة والصحفيين؟ شهيد جديد من شهداء الصورة والكلمة ينضم إلى سابقيه ليؤكد مدى سعي ميليشيا الحوثي إلى تصفية الشهود وقتل اليمنيين بعيدا عن عدسات الكاميرا. نتابع التقرير ثم نعود للبدء في النقاش مع ضيوفنا. حرب الميليشيا على اليمنيين وما خلفته من ضحايا مدنيين بالآلاف تلك قصة، والحرب على الصحافة والصحفيين تلك قصة أخرى لها فصول وأحداث مأساوية ونهاية عادة ما تدمي القلوب. إنها أشبه بمعادلة في تحدي الموت ما بين نقل الحقيقة والواقع والاحتفاظ بحق الحياة. وفق هذه المحددات يعمل الصحفيون في اليمن بعد أن جعلتهم الميليشيا أول المستهدفين وأول المطلوبين بجرم المهنة. ومتى ما وجد هكذا واقع عليك أن تعرف يقينا أن هناك انتهاكات جسيمة وميليشيا حوثية. الجديد في هذه المعركة اللاأخلاقية التي تشنها الميليشيا على الصحفيين هي استشهاد مصور قناة بلقيس في مأرب الزميل عبد الله القادري أثناء تواجده لمهمة صحفية في منطقة قانية التابعة لمحافظة البيضاء. لم يكن القادري وحده المستهدف بصواريخ الميليشيا على المنطقة المحررة حديثا، فإلى جانبه أصيب مصور قناة يمن شباب ذياب الشاطر. أما مراسلنا خليل الطويل فقد نجا من موت محقق بعد أن حال درع السلامة المهنية بينه وبين شظايا قاتله. استشهاد القادري يأتي بعد أسابيع من استشهاد مصور القناة في ريف تعز محمد القدسي في قصف صاروخي آخر للميليشيا على فعالية للجيش الوطني بحضور وسائل الإعلام. قبل القدسي استشهد الزميل عبد الله قابل في قصف صاروخي آخر بعد أن وضعته الميليشيا في أحد مخازن الأسلحة إلى جانب آخرين. ونجت الزميلة أنيسة العلواني مرات عديدة من قذائف الميليشيا وقناصها في تعز. ثمن باهظ دفعته القناة ومصوروها في سبيل نقل المعلومة وانتهاكات ميليشيا تريد قتل اليمنيين بصمت بعيدا عن عدسات الكاميرا وعيون العالم. ليبقى السؤال المر: إلى متى ستظل هذه الميليشيا ترتكب الجرائم وتقتل الشهود؟ مجددا ترحب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا من الرباط يونس مجاهد نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين. أهلا بك أستاذ يوسف، كما أرحب أيضا بالصحفي غمدان اليوسفي الذي ينضم لنا عبر الهاتف أيضا من هولندا. وأبدأ معك أستاذ يونس، اليوم إذن شهيد آخر من شهداء الكلمة وإصابة لآخرين، من الواضح أن الميليشيات لن تتوقف في حربها ضد الصحفيين. أنتم في الاتحاد الدولي كيف تقيمون هذا الوضع؟ نحن في الاتحاد الدولي بالنسبة لنا هذا وضع كيف يمكن أن نصفه، وضع فظيع جدا. سبق أن نظمنا عدة ملتقيات دولية وكانت مركزة بالخصوص حول الصحفيين اليمنيين، حيث قمنا بفعاليات للتضامن مع الصحفيين اليمنيين الذين تعرضوا للقتل وللاعتداء وللاعتقال، علما على أنه بالإضافة إلى كل هذا كانت هناك مهاجمة لقنوات ول عدة وسائل إعلام. إذن نحن في وضعية صعبة، نقف، لا يمكن أن نقول أننا نقف مكتوف الأيدي، ولكننا لا نجد مخاطبا
لكي يضع حدا لهذه الجرائم التي ترتكب باستمرار. ما قمنا به هو أننا سجلنا مواقفنا، خاطبنا عدة دول، خاطبنا الاتحاد الأوروبي، نظمنا عدة لقاءات للضغط على هذه الميليشيات، ولكن أعتقد بأنه على المستوى الدولي لا يمكن أن نسكت وأن يظل هذا ما نسميه نحن الإفلات من العقاب. لا بد من ملاحقة ومتابعة المجرمين الذين يعتدون على الصحفيين. طيب، يعني في إطار الوضع الذي تمر به البلاد حاليا، ما هو السبيل على الأقل لحصر هذه الأضرار وتخفيف استهداف الصحفيين كناقلين للواقع واستهداف اليمنيين بشكل عام؟ في مثل هذه الظروف تكون الوضعية صعبة جدا، لأنه كما قلت ليس هناك مخاطب. المخاطب الذي يمكن أن نتحدث عنه هو الذي يرتكب هذه نتحدث معه هو الذي يرتكب هذه الجرائم. الوضعية صعبة جدا، وعلى المستوى الدولي ليس هناك ضغط كافي بالنسبة لمثل هذه الحالات. ما سجلناه ونسجله كل سنة، وهذا ما نشتغل عليه الآن، هو أننا نعد تقريرا حول اغتيال الصحفيين وحول استهدافهم، وفي كل سنة قد يزيد هذا العدد وينقص، ولكن الذي لا يتغير هو الموضوع الذي تحدثت عنه، وهو الإفلات من العقاب. ليست هناك تحقيقات، ليس هناك تدخل دولي، ليس هناك مواقف. إذا نحن في الاتحاد الدولي سنواصل عملنا في هذا الإطار. لدينا اجتماع قريب للمكتب التنفيذي، ومن بين جدول في على رأس جدول أعمال هذه القضية، وأعتقد بأن قضية الصحفيين اليمنيين ستكون حاضرة بقوة أيضا. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ يونس. أذهب إلى أستاذ غمدان اليوسفي. أهلا بك أستاذ غمدان. مرحبا أستاذ. حياكم الله أستاذ غمدان. إذن جريمة جديدة من جرائم ميليشيات الحوثي ضد الصحفيين اليمنيين، استهداف لناقلي الحقيقة على الأرض، كيف تتابع ما حدث؟ أولا تعازينا لأسرة الشهيد ولأسرة قناة بلقيس، يعني الزملاء الذين فقدوا من هذه القناة، يعني ربما يعني أكثر من أي وسيلة إعلام فقدت مراسل لها في اليمن. ربما يعني هذا الأمر يعني ليس هناك الكثير من الحديث تجاه ميليشيا مسلحة، يعني أعتقد أنه صرخنا لأربعة أعوام على من يعني من ضد الحوثيين والجرائم التي يرتكبوها في كافة أراضي اليمن وعلى كافة الشرائح، يعني وفي المقدمة كريحة الصحفيين، يعني التي ربما يعني الجميع يدرك حجم الضحايا الذين قد يعني ضحت بهم هذه الجماعة. يعني في المقابل أيضا يعني لدينا كثير من الزملاء، أعتقد أنه لن تكون هذه الحادثة الأولى ولن تكون الأخيرة، يعني هي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وبالتالي يجب أيضا أن نلفت إلى مسألة يعني السلامة المهنية و يعني والإمكانات التي يجب أن يعني أن تمنح للصحفي الذي ينزل في مواقع الاشتباكات. يعني لا أخص بالذكر قناة بلقيس، برغم أن القناة يعني حسب ما يعني ما تواصلت بعدد من الزملاء قد يعني بادرت ومنحت كثير من المراسلين لها، يعني سواء واقيات الرصاص أو غيرها، ويعني هناك أيضا قصور من الصحفي نفسه فيما يتعلق بالسلامة المهنية. أنا ليس هذا الموضوع إذا تحدثت عنه ليس لوما للصحفي، ليس لوما يعني هو في النهاية ضحية في كل الحالات، يعني القذائف تنهال عليه، ولكن يعني من باب يعني ألا نتألم أكثر، يعني من باب ألا تتألم أسر هؤلاء أكثر، من باب يعني أيضا أنا أدعو بقية الزملاء الصحفيين ممن يمتلكون مثل يعني أدوات السلامة المهنية أن لا يهملوا مثل هذا الأمر، لأنه في النهاية لا تدري متى ستأتيك القذيفة. يعني أيضا أناشد وأضغط على بقية وسائل الإعلام بأن صحفيها الذين هم في بالقرب من المعارك يجب أن يكونوا محملين بوسائل السلامة المهنية،
ويعني وهذا الأمر حق لهم وليس مجرد يعني وليس مكرمة من وسيلة الإعلام، خصوصا أولئك الذين يعملون في أماكن قريب من الاشتباكات. أما يعني بقي يعني ليس الأمر هو ليس بسهولة يعني على وسائل الإعلام، لكن يعني مهما كان أولئك الصحفيين الذين يعملون في مواطن الاشتباكات يجب أن يمنحوا يعني مثل هذه الوسائل حماية القناة، حماية أرواحنا نحن الذين نتألم، حماية لأسرهم. يعني في النهاية نحن أمام عدو متوحش، يجب أن نواجهه أيضا يعني بما يتاح لنا من إمكانات للحفاظ على أرواح هذه الشريحة من المجتمع دي. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ غمدان، أعود إلى أستاذ يونس. أستاذ يونس تحدث قبل قليل على عدم وجود ضغط كافي، ما السبيل يعني لحماية الصحفيين والضغط على الميليشيات لإيقاف استهدافهم؟ ما السبيل لإيجاد ضغط أكبر وحراك أكبر حتى على المستوى الدولي، حتى لا نشاهد على الأقل أن هناك كثير من يقولوا أن يعني المبعوث الأممي حتى يتحدث مع قادة الميليشيات الذين يستهدفون الصحفيين ويستهدفون اليمنيين أيضا؟ أولا لابد أن أسجل أهمية ما تفضل به السيد الكريم ضيف الكريم، لأنه وسائل وشروط الوقاية والسلامة ضرورية بالنسبة للصحفيين خاصة في مثل هذه الظروف. ونحن في الاتحاد الدولي نشتغل كثيرا على هذه المسألة، ونظمنا عدة دورات تدريبية فيما يتعلق بهذا الأمر، لأن الصحفيين حتى ينقلوا الحقيقة لا بد أن يشتغلوا أن يحموا أنفسهم وحياتهم. إذن هذه مسألة أسجلها مسألة مهمة جدا. فيما يتعلق بعدم كفاية الضغط، هذا ما سجلناه في عدة مرات، حتى أننا كنا نريد أن نناقش ما هو جدوى القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بمثل هذه الحالات. الآن كما تفضلتم أن هناك مبعوث أممي والأمم المتحدة ينبغي أن تتدخل، وسبق أن خاطبنا مجلس الأمن عبر بعض الدول في هذه المسألة، وما زلنا نواصل الآن مسألة حماية الصحفيين. الأمر مطروح الآن على المستوى الدولي، هناك تحرك من طرف اليونسكو حتى تتبنى مختلف الدول موضوع حماية الصحفيين وإجراءات على المستوى الدولي. ما نقوم به نحن هو أننا سنواصل هذا الضغط، سنحاول أن نضغط على هذه الميليشيات من خلال الذين يتحدثون معها والذين يمكن أن يصل إليهم. وكما قلت لكم فإننا سبق أن نظمنا عدة لقاءات خاصة بالصحفيين اليمنيين وما تم استهدافهم. الآن لدينا اجتماع قريب سنناقش فيه هذا الموضوع، وسنحاول أن نواصل وأن نضغط أكثر وأن نتحرك بشكل أكثر نجاعة. أشكرك أستاذ يونس مجاهد نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، كنت معنا عبر الهاتف من الرباط. بالعودة إليك أستاذ غمدان، ما هو دور الصحفيين اليمنيين على الأقل من هم خارج نطاق استهداف الميليشيات لحماية وإعانة زملائهم من وجهة نظرك؟ أيضا يعني من الصعب أنه أنا أقول أنه هناك يعني الدور للصحفي تجاه زميل الصحفي. أولا الدور يعني من الصحفي نفسه تجاه مجتمعه، أولا تجاه ما يعني ما يعني تجاه كافة يعني تفاصيل الخريطة اليمنية جراء هذه الاعتداءات التي تمارس على المواطنين بشكل عام. الصحفي ربما هو يعني الضحية لكونه هو الـ يعني الذي يقف اليوم في واجهة المدفع، في واجهة الخطوط الأمامية لنقل الانتهاكات. يعني الصحفي المستهدف الذي سواء هو الذي في المعركة أو الذي يعيش أيضا في الداخل، في داخل مناطق سيطرة الحوثيين، أيضا في داخل سيطرة ميليشيات مختلفة في كافة الأراضي سواء في الجنوب أو في المدن. في النهاية هو الحلقة الأضعف، يعني كل ما سيملكه الصحفي هو تلك الكاميرا ونقابة يعني بات أعضاها مشردين في جميع يعني في جميع أنحاء العالم، إضافة إلى يعني الزملاء الذين في السجون، الزملاء الذين قضوا، الزملاء الذين هم في بلدان اللجوء وفي بلدان النزوح. يعني الصحفي اليوم يدفع ثمن ربما يعني هي الفصيلة الأولى التي تدفع الثمن يعني كنتيجة نقلها
الحقائق، ربما تريد أن تخفيها هذه الميليشيا يعني المرعبة أو ميليشيات أخرى في داخل الخارطة اليمنية. يعني هو في النهاية الضحية الأول. أنا يعني أدعو يعني كافة الأطراف السياسية أن تدرك خطورة هذا الأمر، أن تعي لماذا يعني يتم استهداف هؤلاء، أن تقف إلى جوار هذا الصحفي تمنحه يعني الإمكانات اللازمة ليواجه هذه الميليشيا. في النهاية هو يواجه مثل ما يواجه يعني الجندي بسلاحه وغيره، فالصحفي أيضا يواجه في معركة مصيرية يعني ينتهي به الأمر إلى الموت أيضا. أشكرك إذن أستاذ غمدان اليوسفي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من هولندا. أرحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا الآن من جنيف، عضو مجلس نقابة الصحفيين أستاذ نبيل الأسيدي. أهلا بك أستاذ نبيل. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله أستاذ نبيل. إذن زميل آخر ضحية لاستهداف ميليشيات الحوثي للصحفيين وناقلي الحقيقة في اليمن بشكل عام، ما الذي تقوله النقابة وما الذي يمكن للنقابة أن تعملوا في هذا الخصوص؟ الرحمة والخلود للزميل عبد الله القادري الشهيد رقم 26 من هذه الحرب اللعينة التي أودت بهذا العدد الهائل من الصحفيين وإصابة العشرات منهم. أتمنى للزملاء المصابين في قناة من شباب وبقية الزملاء الشفاء العاجل. هذه الجريمة طبعا تعتبر من جرائم ضد الإنسانية وجريمة حرب، لأن الصحفيين وفق المواد الدولية يعتبر ضمن الفئات المدنية التي لا يجوز المساس بها، بل يجب تسهيل مهماتها مهما كانت درجة تفاعلهم أو انتماءاتهم أو قربهم من أطراف الصراع. على الجميع احترام هذا الحق في الحرية والتعبير. النقابة طبعا تشعر بالأسف الشديد لأن هذا الكم وحلقة ومسلسل قتل الصحفيين ما زال مستمرا رغم كل الدعوات لتجنيب الصحافة والصحفيين. هذه المعارك الدائرة للأسف الشديد المجتمع الدولي يخذلنا، لأن حتى بقوانينه صحيح أنه يجرم مسألة قتل الصحفيين والاعتداء عليهم ويعتبرها جرائم ضد الإنسانية، إلى أنه لا يزال قاصرا في مسألة محاسبة ومعاقبة ومتابعة من قاموا بتلك الانتهاكات. دائما ما تصل النتيجة إلى رصد المنتهكين ومعرفة من قام بتلك الجريمة، إلى أنه لا يوجد آليات واضحة ومعينة لمعاقبة ومحاكمة مثل هذه الشخصيات أو الجهات التي تقوم بانتهاكات ضد الصحفيين. الآن الاتحاد الدولي للصحفيين والنقابات العالمية بما فيها نقابة الصحفيين اليمنيين عدت قانونا جديدا يمكن الدول الرعية أو مجلس الأمن والأمم المتحدة من متابعة وتفعيل قانون عدم الإفلات من العقاب. القرار سوف يقدم إلى مجلس الأمن، ونسعى جاهدين في النقابات العالمية إلى إنجاح هذا القرار حتى يكون أحد الأدوات الفعلية والعملية للحد من تلك الانتهاكات. أيضا هناك نقطة أخرى، نحن نقف أمام جماعة بشعة لا ترعى أي من الحرمات أو القوانين الإنسانية أو قواعد الاشتباك وحتى إلى القيم الأخلاقية، وبالتالي نحن يعني نتعامل مع لا يهمها لا حياة الناس البسطاء ولا حياة الصحفيين ولا حياة أي من أبناء الشعب اليمني، وهذه هي أيضا كارثة تضاف إلى ما يعانيه أبناء الشعب اليمني. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ نبيل. أرحب بمن ينضم إلينا مشاهدينا الكرام من عدن، زكريا الحسامي سكرتير منظمة صحفيات بلا قيود. أهلا بك أستاذ زكريا. أستاذ زكريا تسمعني؟ أيوة نعم أسمعك. أهلا وسهلا بك. إذن أستاذ زكريا، استهداف جديد للصحفيين في اليمن، زميل آخر يسقط ويرتقي ربما شهيدا بعد نقله للحقيقة وتواجده في مواقع الأحداث،
أنتم في المنظمة ما هي الأنشطة والفعاليات التي تقومون بها لحماية أو توفير نوع من الوعي لحماية الصحفيين؟ بألم شديد وحزن كبير تلقينا خبر استشهاد المصور الصحفي عبد الله القادري وإصابة اثنين من الصحفيين الآخرين وهم مراسل قناة يمن شباب القضائية ومصور القناة. بهذا المصاب القليل تقدم منظمة صحفية بلا قيود بحظر التعازي لأهل التقليد وقناة القيس ووسط الصحفي، كما نتمنى الشفاء العاجل للصحفيين والمصابين. نحن في منظمة صحفية بلا قيود نقوم في رصد وتوثيق الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيين في كافة المحافظات، ونقوم برصدها وتوثيقها. هذا عمل تقوم به غالبية المنظمات الحقوقية في اليمن. هذه خطوة أولى لتوثيق خطوة أولى لتوثيق الانتهاكات، وهذه هي عمل المنظمات المدنية. مفهوم. طيب دعني أعود أستاذ زكريا، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. أعود إلى أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، هناك نقطة مهمة هي الحديث عن الوقاية خير من العلاج. استمرار استهداف الصحفيين، يعني صحيح أنك تتحدث على أنه هناك جماعة بشعة يعني ابتلي كما تقول بها اليمنيون، لكن هناك أيضا من يقول أن هناك مسؤولية على الصحفيين وعلى أيضا جهات التي يتبعونها في بشكل أو بآخر. ما هي الطرق التي يمكن بها الوقاية من أو تقليل على الأقل أضرار الاستهدافات التي تقوم بها الميليشيا للصحفيين؟ من المهم جدا أن يكون هناك اتباع طرق ووسائل السلام المهنية في التغطية للصحفية أثناء الحروب والنزاعات أو في المناطق الحساسة. لابد أولا على وسائل الإعلام التي يعمل فيها هؤلاء الصحفيين، عمل دورات تدريبية لموظفيها وعاملين في الميدان على طرق ووسائل السلام المهنية. النقابة تبذل جهودا في هذا السياق، وقد دربت العشرات من الصحفيين، وما تزال رغم الأوضاع الحالية تقيم بعدد من هذه الدورات للسلامة المهنية، إضافة إلى ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بتزويد الصحفيين والعاملين بالميدان بأدوات السلامة المهنية كالدروع والتعليمات، يعني مثلا عدم الاشتراك او الانخراط مع بعض المسلحين او القرب من اماكن الاشتباك، معرفه انواع الاسلحه، معرفه اليه التصرف، الاسعافات الاوليه. الزميل عبد الله نزف حتى الموت، كان يعني لا قدر الله، لكن كان بامكان ان يتم مثلا ان يكون لابسا الدرع، ان يكون على علم الزملاء البقيه، على علم باليات الاسعافات الاوليه من اجل التخفيف من الجراح. هناك الكثير اليات، ايضا هناك الكتب. انا اتمنى على الزملاء العاملين في الميدان الوصول الى كتب السلامه المهنيه الموجوده على مواقع النت وعلى موقع نقابه الصحفيين وعلى موقع الاتحاد الدولي ومراسلون بلا حدود، يتحدث فيها عن آليات التغطية وأساليبها، إضافة إلى الاهتمام بهذا الجانب بشدة. أتمنى على وسائل الإعلام أن ترعى أسر الزملاء الشهداء الذين قضوا وهم يقومون بواجبهم وفي خدمة هذه القناة أو غيرها من وسائل الإعلام، أن يكون هناك آلية دائمة ومستدامة لرعاية أسر الشهداء بما يفيهم حقهم من هذه التضحية. أشكرك أستاذ نبيل الأسيدي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، كنت معنا على الهاتف من جنيف. وتجدر الإشارة إلى أنه القناة، قناة بلقيس، تقوم وحسب المعلومات المتوفرة لدينا على أنها تقوم بإمداد موظفيها وطاقمها بلوازم السلامة المهنية، وتطلب منهم مراعاة أقصى درجات المهنية وقواعد السلامة المهنية فيما يتعلق بالتغطيات الصحفية. بالعودة إليك أستاذ زكريا، من الواضح أن هناك حرب ويعني تصريحات مستمرة من قبل قيادات الميليشيا في استهداف الصحفيين وأهمية استهداف الصحفيين بالنسبة لهم. إلى أي مدى ترى أن هذه الميليشيات الآن باتت تركز وتقارن بالمنظمات أو الجهات التي تصنف على أنها
أكثر استهدافا للصحفيين، ما هو وضع هذه الميليشيات بالنسبة لسلم استهداف الصحفيين في اليمن وبشكل عام؟ بالنسبة لميليشيات جماعة الحوثي تربعت على مدى الثلاث سنوات الماضية على أعلى انتهاكات مارستها جماعات حق الصحفيين والإعلاميين. باستشهاد المصور الصحفي عبد القادر يرتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا من بداية العام الحالي وحتى الآن إلى 4 صحفيين، فيما استشهد نفس الرقم خلال العام الماضي. ويبدو أن الربع الأول من العام 2018 يبدو أنه أكثر دموية مقارنة بالعام الماضي. نحن أمام رقم يمكن أن نقول أنه فاجعة بالنسبة لما فقدت الصحافة اليمنية من صحفيين وإعلاميين ومصورين كانوا يقوموا بأداء عملهم المهني في تغطية الأحداث ونقل الحقيقة للرأي العام. هذه الجماعة لها النصيب، نالت النصيب الأكبر من ممارسة الانتهاكات، سواء كان بالاختطافات أو ممارسة الانتهاكات في القتل بحق الصحفيين أو في كل أشكال الانتهاكات. كانت جماعة الحوثي خلال الثلاثة الأعوام منذ انقلابها على السلطة هي الرقم الأول في استهداف الصحفيين. أشكرك أستاذ زكريا الحسامي، سكرتير منظمة صحفيات بلا قيود، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة أسأل الله أن يتغمد الفقيد الشهيد عبد الله القادري برحمته، وأن يعجل بشفاء جميع الجرحى من الصحفيين، وأن يفرج على اليمنيين ما هم فيه من غمة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في طاقم العمل. إلى اللقاء.